صباحكم وجميع يقاتكم بكل خير، أحييكم بأجمل وأطيب تحية، تحية الإسلام. فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا، من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية. على بركة الله انطلق شوطنا الحادي عشر للإبكار اللقاية، ومن مسافة الخمسة كيلومترات انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات لتزين أرضية هذا الميدان. أتقدم مباشرة مع البداية مع المركز الأول والصدارة، من تتقدم وتقود المسير الظبي، الظبي على المركز الأول، راشد بن سالم بن سعد المري من يقدم لنا الظبي على البداية وعلى المركز الأول. المركز الثاني وصلت ندى، ندى مع المركز الثاني، عبد الرحمن بن حمد بن جابر المري من يقدم لنا ندى مع المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز، الظبي عبد اللطيف بن خلف بن محمد المهندي من يقدم لنا الظبي مع المركز الثالث. المركز الرابع من غيرت مع المركز الثالث، الدوحة إبراهيم بن سعيد بن عبد الله الكعبي من يقدم لنا الدوحة، من غيرت مع المركز الثالث. المركز الخامس من تتقدم، شواهين مع المركز الخامس، مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت من يقدم لنا شواهين. هكذا كانت النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع المركز الأول، الظبي مع البداية، الظبي مع الصدارة، راشد بن سالم بن سعد النابت المري من يقدم لنا الظبي، من تقود المسيرة قيادة سليمة على المركز الأول وعلى البداية. المركز الثاني، ثاني المراكز وثاني التحدي. المركز الثاني حربة مع المركز الثاني، عبد الله بن عجيان بن محمد المري من يقدم لنا حربة مع المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز، من تتقدم على مستوى المركز الثالث، ندى عبد الرحمن بن حمد بن جابر المري مع المركز الثالث. المركز الرابع، شواهيم مع المركز الرابع، مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت من يقدم لنا شواهيم مع المركز الرابع. المركز الخامس، اسم جديد، الشايبة مع المركز الخامس، مبارك بن راشد بن محمد العاوي مع المركز الخامس. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع الظبي، الظبي الظبي الظبي، من باعدت مع البداية ومع الصدارة ومع المركز الأول، راشد بن سالم بن سعد النابت المري. المركز الثاني حربة مع المركز الثاني، عبد الله بن عجيان بن محمد المري من يقدم حربة مع المركز الثاني. المركز الثالث، ندى مع المركز الثالث، عبد الرحمن بن حمد بن جابر البريد المري من يقدم لنا ندى مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز، وصلت المركز الرابع، ازعاج مع المركز الرابع، عبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة قادم مع ازعاج مع المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز، من تتقدم على مستوى المركز الخامس، الله يا هملولة مع المركز الخامس، عبد الله بن عبد الهادي بن حمد المري. ولكن اعود، الكيل المثير، يا مضمرين يا عمالقة، هل شفت الظبي؟ الظبي باعدت مع المركز الأول، غادرت مع المركز الأول، ما شاء الله تبارك الرحمن. راشد بن سالم بن سعد النابت المري من يقدم لنا الظبي، من يقدم لنا هذه النوعية النادرة مع المركز الأول ومع البداية ومع التحدي المثير. الظبي مع المركز الأول، الظبي مع البداية ومع الصدارة.
من تتقدم مع الخمسمية متر الأخيرة، اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، والظبي، الظبي مع المركز الأول، الظبي مع البداية، راشد بن سالم بن سعد النابت المرية. ولكن أشوف زعاج 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 مع المركز الثاني، ولكن الظبي الظبي وزعاج، ولكن الظبي من طبيعة ركضة لا لحوح ولا طفوق، تتبع الدحمول الأول وتلحقها العنا، ولا بدا وقت الجهازات تعطيهم لحوق مثل ما تلحق في الشرد عيدان القنا، وتلتفت للسوق قدام راعيها يسوق ويتزايد ركضة من حماس ومن طنا. سلام الظبي، سلام سلام لك يا راعي الظبي على هذا الفوز الكبير وعلى انتزاع هذا الشوط. راشد بن سالم بن سعد النابت المري المركز الثاني. وصلت عنيدة حمد بن محمد بن حمد بن نايفة الهاجري المركز الثالث. المركز الثالث ازعاج عبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة المركز الرابع. المركز الرابع وصلت حربة عبد الله بن عجيان بن محمد المري المركز الخامس. المركز الخامس نهابة علي بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي تهارينا والناموس لمالك الظبي راشد بن سالم بن سعد النابت المري. توقيت الزمني 7:25 جزءا يتيما من الثاني تهارينا والناموس. المركز الثاني وصلت على مستوى المركز الثاني عنيدة حمد بن محمد بن حمد بن نايف الهاجري. توقيت الزمني 7:27 سبعة أجزاء من الثاني تهارينا والناموس لمالك عنيدة. المركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث ازعاج عبد العزيز بن صالح بن حمد القمره. التوقيت الزمني 7:28 ثلاثة أجزاء من الثانية تهارينا والناموس لجميع الفائزين.